دائما ما يدمر البعض من القالب الاعتيادي للدراما العربية والخليجية، كونها تناقش موضوعات وقضايا مكررة، إلا أن الوجوه الشابة والمواهب الصاعدة بدأت في إثبات نفسها حيث قوة الأداء وإتقان الدور وتنوع الموضوعات في كونها أكثر جاذبية ومواكبة للواقع. نرحب معكم مشاهدينا بتواجد نجم دخل لعالم التمثيل، إلا أن عملهم الأخير الجدار الرابع حصد الكثير من التفاعل والمشاهدة. نتكلم عن تفاصيله مع الممثل عبد الله المالكي. هلا وسهلا عبد الله. أهلا وسهلا فيكم جميعا وشكرا لكم، وإن شاء الله يكون لقاء جدا جميل وممتع للمشاهد الكريم بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. عبد الله، كأحد أبطال المسلسل، كلمنا عن الفيلم، عن المسلسل وقصته. مسلسل الجدار الرابع كقصة المسلسل، أربع شباب يتم اختيارهم إلى ورشة مسرحية في جدة، ويتم السفر من الرياض إلى جدة. بعدما يتم وصولهم إلى مقر المسرحية، يتم مجهول باختراق هواتف جميع الممثلين في هذه المسرحية، ومن بعدها تصير الأحداث في حلقات المسلسل كاملة. هذه قصة قصيرة عن المسلسل. ما طبعا ما تقدر تحرق المسلسل، عشان بس حمستني عبد الله لما قلت لي المسلسل 8 حلقات. يعني قد ايش هذا الشيء، يعني انا اشوفه من المنتجين او الشخص اللي يبغى يسوي مسلسل جديد شيء خطوه يعني ذكيه، لانه الحين تعرف احنا صايرين مشغولين وما فينا نشوف 30 حلقه و60 حلقه و700 حلقه. فخلنا نتكلم عن دورك بالتحديد، وش كان دورك في المسلسل؟ شخصيتي في المسلسل شخصيه المخرج فهد، والشخصيه هذه اللي انا شكلك مخرج تعطي على مخرج الشخصيه هذه اللي انا كنت يعني من يوم انا صغير، ممكن الشخصية هذه اللي أنا كنت أتمنى أني أمثل فيها في مسلسل بشكل حلو. عام شخصية المخرج فهد في مسلسل الجدار الرابع شخصية متقلب المزاج. يعني أنتم مثلا وانت تتابع المسلسل مرة تشوف المخرج فهد مرة يضحك، مرة زعلان، مرة متوتر، مرة تشوفه خايف عشان المسرحية ما تروح. أحداث كثيرة وتفاصيل كثيرة في المسلسل، ممكن المخرج فهد هو اللي ما ودي احرق عشان تتابعوا المسلسل. انا خاف ادب، انا تشوفني مبتسمه اقول لك اخاف ادب على المخرجين يزعلون مني مخرجينا، لكن المخرجين فعلا ترى عندهم كاركتر غريب، يعني تحسه مره مبسوط مره متضايق، يعني شيء تقلب مزاج. يمكن على حسب اداء الممثلين، يعني بعض الاحيان تخيلي مخرج يقعد فتره ويقعد كل شوي يعيد يعيد يعيد، اكيد بيكون معصب وزعلان، بس لو الموضوع مشي كذا بسلاسه وفهموا الممثلين كل شيء ما راح يكون هم دائما عندهم كاركتر. اودي انت مو فاهمه ايش قاعد اقول، عندهم كاركتر غريب، حتى احيانا بعض المخرجين اذا ما ادري تتفق معي، انا اتعب مع المخرجين يعني نفس النفس ريتويت تويت عبد الله، لكن يعني ما ادري اذا تتفق معي ولا لا، يعني فعلا المخرجين حتى بلبسهم تحس انه تشوفه كذا في الشارع مخرج، هذا شكله مخرج. شوفي المخرجين لهم طابع وشيء ثاني. أيه؟ وانا لما تم اختياري في المسلسل هذا، وشكر خاص لكل القائمين على هذا المسلسل، المخرج الاستاذ محمد سلامه، ومخرج معروف ما شاء الله تبارك الرحمن في مصر، اوجه له تحيه، وبرضو كذلك المستشار والمشرف الخاص بالمسلسل الاستاذ محسن الشهري. يعني انا قبل كل مشهد ادخله بالمسلسل اروح عند المخرج وعند المستشار اللي كان معنا بالمسلسل، اسالهم عن كل التفاصيل، لان هذا اول مسلسل اشارك فيه واكون يعني من ابطال المسلسل، فكنت حريص جدا على كل مشهد اصوره بالمسلسل. طبعا المسلسل 8 حلقات، وتقريبا عندي 200 مشهد في 8 حلقات، يعني يعتبر مسلسل قصير، وكل حلقه تقريبا 40 دقيقه، ففيه تفاصيل كثيره جدا. فانا وش كنت اسوي قبل ما ادخل اي مشهد؟ اروح اسال المخرج، المساعد المخرج اول، المساعد المخرج ثاني، سكريبت الحوار. ليش؟ عشان انا كممثل اطلع بصوره حلوه للجمهور الكريم، لان الجمهور يعني ما حيشوف التعب النفسي اللي جالس تمر فيه، تقمصك للشخصيه، البروفات اللي قبل التصوير. الجمهور الكريم بيشوفك في المسلسل وما بيشوف الاشياء اللي جالسه تصير خلف الكواليس. طبعا. طيب عبد الله، خليني اسالك، وش اكثر التحديات اللي انت واجهتها بالمسلسل في تمثيلك لدور الشخصيه هذه اللي انت قاعد تتكلم عنها؟ شوفي الشخصيه هذه انا تعبت منها نفسيا، يعني نفسيا حرفيا تعبت من الشخصيه هذه. تصوير المسلسل كان في مصر، سافرت مصر كذا، عطيت نفسي وعد، عبد الله انت بتروح مصر بتمثل وبتبدع وترجع الرياض. الله عليك. فوش اللي سويت؟
تقريبا قبل تصوير المسلسل كان تقريبا بروفة مع مدرب ممثلين والى اخره. شخصيتي في المسلسل كانت شوي مستفزه، يعني مثلا وانت تتابعين مسلسل تشوفين الشخصيه المستفزه اللي تقهر، ونهايه كل حلقه اكثر الحلقات يعني تجي قفله المسلسل علي انا، فتوتر واعصاب وفي شوي من الاثاره والغموض من شخصيتي في المسلسل. هذا الشيء يعني انعكس علي بعد المسلسل، بعد ما خلصت المسلسل انا تعبت نفسيا من فهد نفسه. بس الحمد لله يعني رجعت عبد الله الباركي. عشت الدور، وهذا احلى شيء، وهذا اللي يخليك يمكن ممثل ناجح، ان انت فعلا تتقمص لدرجه انها تاثر عليك فيما بعد حتى لو خلصت تصوير. لكن عبد الله نعرف انه انت داخل عالم التمثيل من يومك صغير، وكنت تمثل اعلانات، مسرحيات، اشياء او ادوار بسيطه، ومثل ما تفضلت من شوي قلت انه هذا يمكن اول عمل لك بطوله. اي نعم. فكيف يعني كيف هذه القفزه او وكيف هذه الادوار الصغيره اضافت لعبد الله اليوم، وكيف انها ساهمت وساعدت انك حتى تتعلم يمكن من اخطائك؟ انا تقريبا اول مسرحيه شاركت فيها في ثالث ابتدائي. اول مسرحيه شاركت فيها، وتطور الموضوع معي من موهبه الى هوايه، اني انمي الموهبه هذه والهوايه مع مجريات السنوات. اشتغلت مسرحيات كثير، دخلت في الافلام القصيره والاعلانات. الـ 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 الاشياء هذه هي اللي نمت وطورت عبد الله المالكي لين وصل الحمد لله، والحين ما اعتبر نفسي وصلت، يعني الحين تونا في بدايه المشوار. صح صحيح. فالافلام القصيره والاعلانات اللي كنت متواجد فيها، كل اعلان او كل مسرحيه اكون متواجد فيها تاخذ شخصيه ثانيه وتتقمص شخصيه ثانيه. وكل مسرحية أشارك فيها، يعني أذكر مسرحية شاركت فيها كنت ألعب دور بنغالي. درست تقريبا شهرين أتعلم كلمات بنغالية وزي كذا عشان أتقن الشخصية هذه. ومسرحيتنا هذه أخذت 2015 بالرياض أفضل مسرحية في الرياض. ما شاء الله. فالأفلام القصيرة والمسرحيات القصيرة تساعدك كممثل مستقبلا في أنك تتقمص الشخصية بسرعة. صح. وتدخل في الكاركتر بسرعة. مثلا أنا في المسلسل الجدار الرابع، مثلا أنا اليوم رايح اللوكيشن عندي تقريبا 12 مشهد. اول مشهد مثلا الحلقه الاولى مشهد خمسه، الحلقه الاولى مشهد خمسه لازم اكون مثلا زعلان ومتضايق. بعدها بنص ساعه حلقه خمسه مشهد ثمانيه. يعني لازم تفصل بين حالتك الاولى عن حالتك الثانيه. طبعا. وهذا الشيء اللي افاد لي يعني من يوم وانا صغير جلست ابني نفسي وابني لي تاريخ زي ما يقولون حتى اوصل للمستوى هذا الحمد لله. يعني ما زلنا في مرحله التطوير. لما الناس يشوفون المسلسلات او حتى الافلام يحسون انه شيء مره سهل الواحد يمثل، او وهو بالصدق شيء مره معقد وشيء. صح طبعا. شيء يتعب. صح. ممكن بعض الممثلين يصابون بالاكتئاب بسبب الشخصيات اللي هم يمثلونها. هم اكثر ناس معرضين للاكتئاب والمرض النفسي الممثلين. لا بعضهم والله يطلع التفريغ اللي فيه بالشخصيه اللي هو ياخذها. أيوة بعضهم. يحس انه جت الفرصه انه يفرغ الاشياء اللي فيه. خليني اسالك عبد الله، يعني ما شاء الله تبارك الله الحين اتجاه المخرجين والمنتجين الوجيه الشعبه. احنا شايفين المسلسلات السعوديه بالذات او الخليجيه عموما، انه كيف توجه المخرجين والمنتجين للوجيه الشابه، كيف تشوف الثقه هذه؟ والله شوفي الحمد لله الشيء هذا يعني جالس، يعني انا كممثل جالس يعطيني فرص كبيره في الساحه الفنيه. صح. الحين المنتجين صاروا كثير، شركات الانتاج صارت كثيره، يعني عندنا في الرياض ما شاء الله تبارك الرحمن كل اسبوعين كل شهر شركه انتاج تفتح. والحين المسلسلات صارت كثيره، انا كممثل الفرص عندي صارت كثيره، وصرت اختار الشخصيه اللي انا ابيها. لما مثلا يجيني مسلسل ويتم عرض علي مسلسل ويتم علي عرض مسلسل من شركه انتاج ثانيه، يعني انا الحين عندي تقريبا ثلاث عروض من مسلسلات بعد ظهوري في الجدار الرابع. ما شاء الله. فبناء على سؤالك، انا كممثل الحين صارت الفرص كثيره عندي. صح. انا كممثل اقدر اطور نفسي كثير واقدر اني استغل الفرص هذه. حلو. انا ودي ارجع لنقطه، يعني موضوع انك بديت باشياء بسيطه او ادوار بسيطه. اليوم ممكن ان الشخص، خلينا نقول سين من الناس او بعض الاشخاص يمكن في المجال، يقول لك لا اذا انا مو ببطوله ما راح امثل.
جميل. يعني انت ما تعطيني مثلا كومبارس، ما تعطيني دور ثانوي، ما تعطيني دور ما هو باساسي او بطولي في العمل هذا، فانت ايش رايك في الناس هذه؟ هم مع العلم انه هذول الاشخاص نفسهم ما نقول مثلا اسماء في المجال او نجوم او لهم فتره يعني زي اسماء كثيره عندنا في الدراما الخليجيه او السعوديه، فانت ايش ممكن تقول لهم؟ لانه حسيت من شخصيتك انه انت لا انا ببدا صغير وبكبر مع نفسي، بس اهم شيء اكبر وانا صح اكبر وانا عندي الخبره اللازمه، عندي الاساسيات والى اخره. انا تقريبا اول مسرحيه شاركت فيها بعد ما يعني بعد المرحله الثانويه، واول فيلم قصير شاركت فيه كله كان مجاني. كنت اروح بس ابي امثل يا ناس، ابي اتعلم التمثيل، يعني بكثر ما تهمني كم المقابل اللي انا باخذه، بكثر ما يهمني انا كيف اشوف شكلي قدام الكاميرا وكيف اشوف شكلي قدام الجمهور. صح. اشياء هذه تطورني انا كممثل. يعني في بدايتي انا ما كنت ابحث اني اشارك بطوله على طول، ما انا مش مستعجل على النجوميه. صح. النجوميه حتجيك الحين بعدين بعد سنه، اهم شيء عندي كعبد الله المالكي اني انمي نفسي صح واطور من موهبتي كممثل صح. كنت اروح اشارك في اعلانات، في افلام قصيره، ما كنت اخذ ولا ريال واحد. اضافه لك كاكسبيرينس. شكرا. انا هذا الشيء كنت ابحث عن الخبره، لما اخذت الخبره وجلست اقوي نفسي بنفسي صاروا شركات الانتاج والمخرجين هم اللي يكلموني. يكلمونك طبعا. ليش؟ لاني انا حاولت اني اثبت نفسي واكسب خبره كبيره. فانت لما تكسب خبره كبيره ولا تستعجل تقول جاك مسلسل حطوك كومبارس او شخصيه ثانويه، لا تستعجل على الشيء هذا. الله عليك. اقبل بالقليل لين يجيك الكثير. الله صح. عليك الله. بدعت عبد الله المالكي، اكيد احنا مكملين معك وحابين نتكلم اكثر معك وحتى مع نغم اليوم عن مسلسلكم، بس اذا تسمح لي مع المشاهدين خلونا نطلع هذا الفاصل السريع ونرجع لكم. مكملين معاكم مشاهدينا اكيد ومع الفنان والنجم عبد الله المالكي، واكيد اسمحوا لي نرحب معاكم بنغم المالكي واللي كمان ممثله كانت في مسلسل الجدار الرابع. يا هلا وسهلا فيك نغم. اهلا وهلا والله، كيف حالك حبيبتي؟ هلا وسهلا فيك. نغم، يعني احنا كنا نتكلم مع عبد الله قبل ما توصلين على المسلسل واعطانا التفاصيل، تفاصيل القصه بشكل مو بتفاصيل، تفاصيل ما حرق، لا تشيلين هم ابدا ما حرق. لكن نتكلم عن دورك، ايش كان دورك في المسلسل؟ دوري هي شخصية اسمها عهد. شوفي صراحة أنا مرة مبسوطة سويت هذا الدور. أنا كنت من قريت السيناريو من قبل، أنا كان ودي تتذكر كنت أقول أبغى دور عهد. ما كذا راح أساس دور ثاني، بس كنت أقرأ عهد مرة كثير، شخصية متناقضة ونفسية، يعني أحس كذا يبان أصلا أدائي فيها، شخصية فيها أكثر من يعني تطلع كذا يعني مشاعر نفس الوقت غريبة مرة شخصية. فجو قالوا لي انت شخصية عهد. طبعا من الفرحة قمت ابكي. هي شخصية قوية نفس الوقت مكسورة، نفس الوقت لما تشوفيها تحسينها شريرة بس هي من جوا لا هي تبين كذا. شخصية عهد هي الاخت الكبيرة اللي كذا اخاف احرق ولا خلاص تحرك. لا الاخت الكبيرة اللي تدافع عن اختها، رجال البيت نفس الوقت. طب تحسين الشخصية هذه اللي أنت مثلتيها فيها صعوبات وتعقيدات، حسيت أنك تعبتك بعد المسلسل؟ شوية. إيه. من أي ناحية؟ هي شخصية زي ما قلت لك فيها تناقضات، صرت أنا حتى يعني بيني وبين نفسي في تناقضات. يعني أحس أن المرأة بحد ذاتها هي فيها تناقضات. الحقيقة. بحكم أنه في هرمونات العفية وأشياء زي كذا، فأحس أنه سهلة ذي الشخصية على المرأة. إيه مو كل أي ما أدري أقول كذا عادي صراحة، كل البنات كذا أو كل أي مرأة كذا. بس هي اثرت علي او خلينا نقول كان صعوبات فيها انه الفليبس اللي تيجي بين يعني بين مشاعر، يعني فجاه خوف فجاه عصبيه فجاه رومانسيه في نفس الوقت، كنت اني عشان اطلعها هذا كان صعب شوي. فلما تدربت عليه شوي صرت انح في الحقيقي كذا، بس من صعوبات لا بالعكس فادني مره المسلسل. طب خلينا نتكلم شوي عن يمكن مجالاتك اللي قبل التمثيل، انت كمان عارضه ازياء صحيح، فكيف تشوفين الفرق؟ وش اللي اختلف عليك؟ كيف دخلتي اساسا مجال التمثيل بشكل عام، يعني من عارضه ازياء الى تمثيل؟ يعني احس قفزه مختلفه، مجالين مختلفين.
شوفي وانا اصلا دخلت كنت ما كنت يعني عارض الازياء هذا مره من زمان. بديت اصلا البدايه كان انا اذاعه تلفزيون بس مذيعه مفروض. ربي ما وفقني مخارج الحروف وانا اصلا سريعه في الكلام فما قدرت. فخلاص كملت موديلنج كم سنه. صدفه دخلت في موضوع التمثيل. كانت تجربه في البدايه عادي مع الموديلنج يلا خلينا نجرب نمثل. مثلت اكتشفت انه لا هو انا يعني هذه موهبه قدرت ارتجل من اول مره يعني. وكان ميداني كم قبل كم او في اي سنه؟ 2017 وحبيت المجال مره وتمنيت بس ما كنت ممثله تمنيت بس قلت خلاص انا عرفت موهبه التمثيل عندي بس انه اذا ربي ما كتب جاء بعدها باقل من كم شهر دقوا علي يبغوني في مسلسل قلت يلا نجرب نجح المسلسل خلاص تركت كل شيء ثاني واتجهت التمثيل الله عليك طيب الله. نغم كممثله صاعده ايش التحديات اللي واجهتكم؟ وخاصه الوجيه الشابه هل لقيتم في تردد من المنتجين ولا تحسين لا كانت في ثقه؟ لا صراحه ما كان بالعكس كان في دعم من المنتجين بالذات انه سعوديه شوفي اول ما بديت كانت الصعوبات اللي واجهتني انه من المجتمع اهلي الحمد لله مره داعميني بس المجتمع كان شوي ضد الفكره والناس شوي انه انت سعوديه اكيد ممثله كذا هذا مره من زمان الحين بالعكس داعميني مره وكمنتجين مره ما في صعوبات يعني يدعمون اللي حتى يشوفونك مره لا يبغاك تدريب انت كويسه موهوبه بناخذك في عمل ثاني رشح المنتج ثاني ياخذ فلا لا ما كان في اي صعوبات حلو جميل جدا طبعا يعني انا ودي اخذ صراحه تفاصيل اكثر عن المسلسل لكن راح نشوفه احنا ويمكن وعدنا عبد الله قلنا له لازم نشوفه انا مره احب المسلسلات القصيره يعني مره مبسوطه ان المسلسل 8 حلقات يعني خلينا ناخذ منك كلمه اخيره توجهينها للبنات بالتحديد اللي حابين يدخلون المجال لانك قلتي نقطه حساسه يمكن لنا كلنا حتى كاعلاميات سعوديات وكبنات في مجال التمثيل دائما ما يواجهون من المجتمع بعض في بعض فئات المجتمع خلينا نقول انهم يعني ينتقدونهم حتى احيانا باسلوب جارح او باسلوب غير لائق خلينا نقول بغض النظر عن اي شيء ثاني، فايش ممكن توجهين كلمه للبنات ما انك شابه سعوديه دخلتي هذا المجال الوحده اذا حبت شيء او عندها شغف في مجال معين؟ انا كلمتي من اول اقولها حتى وللحين الحين تطور المجتمع حتى قبل التطور وقبل يكون على قولتك فئات انه تبغى تسوي شيء وتحب شيء تسويه، دام هو مو غلط وما في شيء اهلها مو راضين عنه، ربي مو راضي عنه خلاص تسوي اللي تبغاه. اي واحد عنده شغف طموح تبغى توصل له بتوصل له. صح. لا يهمها كلام الناس، ناس تتكلم لو انك يعني دكتوره مهندس الناس حتتكلم، المجتمع حيكون في فئه ضد. فتبغى تسوي شيء تسويه. نعم وش الشخصية اللي تحسين ودك انك انت تمثلينها وتحسين الله اذا مثلتيها فانت وصلتي لاقصى طموحاتك؟ صراحة اللي بوصله يعني شخصية ودي امثلها عشان يكون فيها رسالة عشان توصلينها بعد. ما عرفت كيف تنقال صراحة مرة بس هي شخصية المستبدة المستبدة؟ مو مستبدة لا البنت اللي مهتمة كيف تنقال معتمدة على نفسها مستقلة ابغى شخصية مستقلة القوية اللي ابغاني اللي الدور يكون كله ان هي قدرت توصل لكل شيء من غير ما تعتمد على احد عشان اوصل بعد انه يعني يو كان دو ات ما تحتاج صح أحد. برافو عليك حلوه الشخصيه احس تناسبك جميل واكيد احنا نتمنى لك كل التوفيق في مجالك فخورين فيك وكل البنات اللي قاعدين يدخلون مجالات يعني مختلفة أو مستحدثة يمكن كثير على البنات خلينا برجع لك عبد الله يعني الأمانة يعني إحنا يمكن سألناك عن المسلسل وعن دورك لكن أنا أبغى أسأل عن عبد الله كشخصيته في هذا المجال بالتحديد ونظرته للمستقبل يعني لو نقول أنه أنت حاب اليوم تكون في عمل درامي خليجي أو سعودي أيا كان مين الفنانين أو الفنانات اللي أنت تحب تكون معاهم الفنان اللي ممكن قامت قالت لك والله الفنان اللي ممكن أني أطمح أني أشارك معاه وأنا معجب في تمثيله من سنين يعقوب الفرحان أوجه له رسالة الأخ والصديق يعقوب والفنان الكبير وغني عن التعريف شخصيات او الكاركتر اللي دائما يلعبه يعقوب الفرحان
ممكن هذا الخط اللي ممكن عبد الله يمشي عليه. يعني انا لو يجيني مخرج يقول مثل كوميديا بقول ما اقدر. صعب اني اقول نكته، صعب اني اقول نكته واضحك. مع انك والله انك في الدم يعني ما شاء الله من جيت الاستديو يعني. مع ان كل المخرجين يقولون تنفع كوميدي، بس انا احس يعني كرؤيه ممثل شخصيه لعبد الله المالكي لما اجي قدام الكاميرا، ولما يجي مثلا معي ممثل او ممثله، صعب اني بقول نكته يا اخي، صعب اني بخلي صعب اني بقول نكته بضحك. سوينا المقاطعه ما حد كان يضحكنا في التصوير الا انت مره، حتى كلها تنفع مره كوميدي هو مقتنع. فانا رافض اني ممكن اشارك في مسلسلات كوميديه مستقبلا. يعني انا من عشاق مسلسلات الاكشن، حلو، تراجيدي، الاشياء اللي فيها غموض واثاره. انا هنا العب في ملعبي. حلو. طب سؤال اخير قبل ما نختم هذه الفقره عبد الله، وحتى السؤال موجه لك، يعني ايش ينقصنا اليوم احنا كدراما مش خليجيه سعوديه؟ ايش الشيء اللي ينقصنا عشان نكون يعني نوصل حتى للعالميه بمسلسلاتنا او افلامنا؟ عندي ولا عند الاستاذ؟ انا اقول اللي ينقصنا شيء واحد بس، اللي هو الفكره، فكره المسلسل. يعني بعد مسلسل رشاش، بعد مسلسل اختطاف، افكار قويه جدا وقصص مستوحاه من احداث حقيقيه. فهذا الشيء اللي ينقصنا. والكتاب يعني ما شاء الله تبارك الرحمن ما هم جالسين يقصرون، ففي مسلسلات جايه يعني. هذا اللي ينقصنا ك في المجال، الكتاب، الفكره. يعني انا لما بتابع مسلسل قبل كل شيء بتهمني الفكره. يعني مثلا فكره مسلسلنا الابتزاز الالكتروني والى اخره، فانا اتحمس للمسلسل بناء على فكرة المسلسل. فاللي ينقصنا بس الكتاب. الكتاب نعم. هو في، أنا معاه، بس هو في كتاب بس مو قادر يعطيهم فرصة. يعني أنا سويت قريب فيلم شان العرض قريب، مرة حلو فكرته، بس مأخوذة من هو مؤسسة أفلام، مأخوذة من فكرة أمريكية، مسلسل أمريكي. فزي ما قال إنه حرام إنه في عندنا أفكار زي رشاش زي اختطاف، لو بس تعطانها مجال بنصير بنوصل في الدراما السعوديه لمكان مره كويس. ايش بعد ينقصنا؟ تمام كل شيء. تحسون انه هذه الاشياء اللي ممكن تنقصنا؟ وطبعا ما شاء الله مثلكم وكثير يمكن بنات وشباب شفناهم وجيه جديده على الساحه، واحنا جدا ارجع اقول واكد انه احنا فخورين باللي قاعدين تقدمونه، لان الممثل مش مجرد للترفيه في وجهه نظري الشخصيه، كمان الممثل دائما يحمل رساله بالادوار اللي هو يعني ياخذها، لان الناس تنبسط تتفرج على شيء لكن يكون فيها محتوى، يكون فيها رساله معينه. الامانه تشرفنا كثير بتواجدكم عبد الله المالكي ونغم المالكي، يعطيكم العافيه وكل التوفيق لكم. شكرا لكم. الشرف لنا وشكرا لكم. الله يسعدكم. مشاهدينا مكملين معاكم باقي فقرات سيدتي لليوم، ولكن بعد الفاصل. بعد الفاصل، الخطوط الحمراء في العلاقات الاجتماعية تمنع التصادم والتشاحن وقطع التواصل.